تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي اخترنا منها لكم: طلاق ب 580 مليونا. أجبر قاض في المحكمة العليا في بريطانيا تاجرا سابقا بشركة نفط وغاز في لندن على دفع نحو 580 مليون دولار لتسوية طلاقه من زوجته، والمبلغ الممنوح للزوجة يقدر بنسبة 41.5% من مجموع أصوله الزوجية. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس العربي: شركة سويدية تطرح هاتفا مزودا بزر استغاثة. جاء في تفاصيل الخبر: كشفت شركة دورو السويدية لصناعة الهواتف المحمولة عن طرح جهاز جديد مصمم خصيصا لتلبية احتياجات مستخدمين من فئة العاملين في الخدمات الاجتماعية والرعاية والبنائين في بيئات العمل الشاقة بمفردهم. ويحتوي الجهاز الجديد على إمكانية طلب النجدة من خلال الضغط على زر أحمر على جانب الجهاز، ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى 5 أشخاص تحتوي على تفاصيل تحدد موقع المستخدم. مشاهدين، صحيفة الإمارات اليوم عنونت بين صفحاتها: شاكيرا تعود إلى الساحة الغنائية بعد توقف دام لمدة 3 سنوات. صرحت مغنية البوب الكولومبية شاكيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها بصدد إصدار ألبوم جديد الشهر الجاري بعد توقف دام لمدة 3 سنوات. ويحتوي الألبوم على أغاني باللغتين الإسبانية والإنجليزية، ويتضمن الألبوم أيضا أغنية شانتاجي التي تقول شاكيرا إنها كانت الأغنية الأولى اللاتينية على خدمة سبوتيفاي الموسيقية في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا نقرأ: تقنية جديدة لحماية البشر من تلوث الهواء بالمدن الكبرى. كشف مجموعة من الباحثين عن قناع جديد يضم تقنية متطورة تعمل على تنقية الهواء الذي يستنشقه المستخدم أثناء السير في الشوارع. والقناع الجديد يشبه القناع مصنوع من البلاستيك، وتقنية التنقية توجد في داخله، وتعمل تنقيته على تسجيل بيانات نوعية الهواء وجمعها للتحليل، والتي يمكن أن تساعد الباحثين على تطوير سبل لحماية الناس بشكل أفضل من تلوث الهواء.